مفكر انا بقدر اعمل هالشي ونزل من ايدي بالطريقة هاي. احكي، هذا مستواي انا. خلص مليشكا، مو هيك القصة. اسف كتير اذا انزعجتي من اللي حكيته، انا ما كان قصدي اجرحك، عن جد اسف. مليشكا، شالو الآن على لاكشمي كتير. هي قالت شغلات كتير قدام العيلة بالحفلة، بلكي قالوا شي للاكشمي. لا أباني، ما حدا رح يحكي. لاكشمي وقتها ما كانت واعية أبداً على حكي بنوب. لا هيك، لا تخافي، ما رح يقولوا لها شي بالمرة. شالو، بس أنتي بتعرفي الخالة نيلام وكاريشما، هنن اتنيناتن مفكرين إنه أختي لاكشمي حدا سيء. اليوم صار كتير شغلات بالاحتفال، لاكشمي غلطت بالحكي، أنا كتير خايفة عليها. لا أباني، بكفي. بصراحة أنا كتير قلقانة عليها، خايفة كتير على لاكشمي. أنا كنت عم أحكي هذا الحكي مشان أنتي ما عاد تخافي يا أختي، بس خايفة عليها. شو صار بين ريشي ومليشكا؟ بعتقد ريشي شك باللي قالته لاكشمي. ممكن؟ إيه ممكن. لازم تتحكم بكل شيء. بتمنى إنه مليشكا تتحكم بحالها، وإلا لعبتنا كلها رح تنتهي اليوم. مشكلة. هانا؟ وين لاكشمي؟ فائت ولا لساتها نايمة؟ ستي مرت أخي فائت، هلأ بتجي لهم. هانا شو هاد؟ ليش لتقلي لها مرت أخي؟ لاكشمي ما أنا مرت أخوكي، عم تفهمي؟ تعبت وأنا عم بشرح لك هذا الشيء، إليك ولا أيوش؟ وأمي شو لازم لي؟ ما بعرف ليش أنت بتهتمي بلاكشمي كل هالقد. أنا بعمري سألتك ليش أنت كتير صعبة كل هالقد؟ جاوبيني. أنت بتعرفيني، وبتوقع بتعرفي إني بكره لاكشمي وبكرهها من كل قلبي كمان، لأنها كذابة وعم تخدعنا كليا. هاد لأنك عم تفكري بطريقة سلبية فيها. ماما خلصنا، أنت ليش عم تجادليني وتنزع الجو بيناتنا؟ عن جد ماما؟ على فكرة لاكشمي كتير عم تغلط بالحكي، هي هانتنا وما عندك مشكلة، بس لما أنا أحكي بطلع أنا اللي عم وتر الجو. كاريشما، أنت عم تكبري الموضوع، شي صار وانتهى، خلصنا مو هيك؟ لساته معنا لهلأ. هون، لساته هون. إيه لاكشمي، نيلام كانت عم تحكي عنك. بصراحة كلياتنا عم نحكي عنك، كنا عم نقول إنه بلاكي هون الجو كتير كان صامت. معك حق، من أول ما أجت لاكشمي على البيت جمعتنا بلاكي نحنا ولا شي. عن جد؟ عندك شك؟ فيني جاوب؟ أكيد. أيوش خلصنا، أنت بتعرف شو جوابها، بكفي بقى. يعني هلأ العالم بيكونوا مثل ما نحنا منشوفهم بالزبط.